السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طيب احنا هنا في عندنا مجموعة أشياء لازم أنه ناخذ فكرة عنها. على سبيل المثال أنه احنا وضعنا هنا تاج بعلامة التعجب ووضعنا كلمة دوك تايب. الدوك تايب هذا بيعرف نوع المستند الدوكيمنت. الـ HTML اللي احنا كتبناها، الـ HTML هي النصوص اللي تكون في داخل ال HTML tag. طبعا هذا بنسميه احنا التاج لما يكون بهذا القوس الاكبر والاصغر ونكتب فيها كلمه، هذا بنسميه احنا التاج. اوكي، هذا التاج هو التكست اللي راح يكون في داخلها. يعني الان احنا فتحنا هذا التاج واغلقناه هنا، كل شيء في داخلها من نص هذا يفسر على انه ويب، شيء عائد للمتصفح او كويب. في عندنا ايضا لاحظنا كلمة body tag في داخل ال HTML. النصوص اللي تكون في داخل ال body tag بتعرف او بتفسر على انه هي المحتوى لهذا الصفحة. لاحظنا انه هنا في شيء موجود في داخل الصفحة، صح؟ فالمحتويات تكون داخل الصفحة في البادي. في عندنا مثلا البي، لما كتبناها البي هو النصوص اللي تكون بين هذه التاجات. البي بي بمعنى باراجراف، بتعرف كباراجراف مثل المقولة او نص من الكتابة نحب انه نوضحها. طبعا فكرة ال HTML جت من اواخر الثمانينات تقريبا. كان في فيزيائي اسمه تيم، هو اللي كان بيشتغل طبعا في مشروع سيرين، عمل شيء ريسيرش وبحوثات، قام بعمل بحوثاته على شيء اسمه هايبر تكست سيستم. وطبعا تيم بيعتبر هو الاب والمؤسس لل HTML، هو الوحيد او اول شخص هو اللي وصف لنا ال HTML على اساس انه هو الدوكيمنت وممكن ناديها بال HTML tag. وبعدها اطلقت للعالم في سنة 1991، استخدموها بشكل عام. الخصائص اللي بتوفر لك اياها ال HTML انه هي سهلة جدا في الاستخدام، سهلة بالفهم، وكذلك سهلة في التعديل عليها. كذلك هي سهلة جدا انه انت تعمل محتوى كبرزنتيشن وتعرضها للناس، والناس تقدر تشوفها. احنا نلاحظ لما نعمل برزنتيشن معينة في البي دي اف او وورد او اي شيء اخر، ممكن قد نضطر انه نرسلها عن طريق الايميل او نرسلها عن طريق الفلاش ميموري، يعني الستورج الخارجية. لكن نلاحظ انه في ال HTML تم تسهيلها، ممكن تكون على الويب، ممكن اي احد يدخل الها ويعمل اكسس وصول الها. طبعا هي بتعتبر من المارك اب لانجويج ايضا كصفه الها، بمعنى انه بيوفر لك مرونه في طريقه تصميم هذه الصفحات، اضافه انه تدعم التكست. كذلك انه بيوفر لك لينكات داخليه، انه انت ممكن تنتقل من صفحه معينه الى صفحة أخرى. أيضا من أحد الخصائص الـ HTML هي أنه Platform Independent، بمعنى أنه ممكن هذا الـ HTML تشغلها في الويندوز، اللينكس، الماكنتوش وإلى آخره من أمور. كذلك أنه بيدعم الجرافيكس والفيديو والصوتيات. في لاحظنا أنه بالـ HTML 5 الأخيرة أعطت ثورة جميلة في موضوع الجرافيكس والفيديو مع الساوند الصوتيات. طيب خلينا نشوف التايم هنا. اوكي بيسمح ايضا. طبعا في عندك ايضا مصطلح اخر اللي هو ال HTML tags. طيب ما هو ال HTML tags؟ ممكن ان احنا نكتبه ككتابة، تمام، HTML tags. HTML tags بيحتوي على ثلاث اقسام رئيسية. هو انه انت تفتح التاج اول مره، لاحظ هذا البادي بيعتبر تاج. اوكي احنا قلنا اي شيء بين الاكبر والاصغر يعتبر تاج. فبيتكون من ثلاثه مقاطع. اول المقطع انه انت بتفتح هذا التاج، لاحظ بهذا السمبل. الثاني محتواها، يعني انه هذا حيكون باراجراف او ممكن يكون اتش هيدر او ممكن يكون اي اللي هو اللينك، حنشوفها. الثالث هو انت تغلقه. اذا ثلاث أجزاء أساسية، أنه أنت تفتح التاج والمحتوى في هذا التاج شي يكون، هل يكون هو لينك، هل هو يكون باراجراف، هل هو يكون بادي أو أي شيء.
طبعا بنلاحظ انه هنا عندنا في تاج لما بيبدي التاج بهذا الشكل نلاحظ انه ينتهي بشكل اخر، انه هذا سلاش الخط المائل بيكون موجود دلالة على انه التاج بينتهي في هذا المكان. لكن ممكن بالدروس القادمة حنلاحظ انه في تاجات لا تحتوي على نهاية، بمعنى انه التاج هو بيعتبر لا يحتوي على جزء الاغلاق. يعني احنا قلنا كتاج بشكل عام انه احنا نفتح التاج بهذه الصيغة اكبر اصغر وفيها البي المحتوى في داخلها زائدا القسم الاخر اللي هو نغلق فيها التاج. بينما حنشوف في تاجات في ال HTML لا تحتاج الى اغلاقها، لا يوجد لديها قسم الاغلاق. بس خلي في بالك انه التاج بيحتوي من ثلاث اشياء اساسية، هو كيف تفتح التاج اولا، وكيف تضع المحتوى، وكيف تغلق هذا التاج. طبعا المتصفح لما يجي يقرأ الـ HTML document او المستند الـ HTML document بمعنى مستند باللغة العربية، اول شيء بيعمل المتصفح انه يبدأ يقرأ من الاعلى والى الاسفل. طيب وايضا بيقرأ من اليسار والى اليمين. هذا هو طريقة عمل البراوزر. الـ HTML tags يتم استخدامها حتى احنا نصنع مستند يحتوي على خصائص. كل HTML tag طبعا عنده خصائص مختلفة، بمعنى انه احنا لو حبينا نعمل التاج بشكل عام تعريف عن التاج راح يكون انه تاج هذا بينفتح فيها التاج والنص يكون في داخلها ويتم غلق هذا التاج. هذا هو الشكل التاج في ال HTML. طبعا حنشوف في تاجات كثيرة موجودة، في عندك تاج مثلا H header H1، هذا ايضا يحتاج انه احنا نغلقه ك H1. في عندنا H2، في عندنا H3، في عندنا مثلا UL. اوكي طبعا هذه راح نجيها واحد واحد كيف نشوف يتم استخدام هذا 3 مثلا، هذا 3 والى اخره من امور. هذا يعني شيء بنعرف عن ال HTML. كذلك ال HTML قد تحتوي على قلنا تاجات لا تحتاج الى اغلاق. مثلا على سبيل المثال في عندك تاج اسمه HR اللي هو بيعمل لك horizontal line خط مستقيم، هذا لا يحتاج الى اغلاق، مجرد تكتب HR. في اذا حبيت تعمل new line سطر جديد ممكن تستخدم BR. تمام، هذه يعني من الخطأ انه احنا نعملها بهذا الشكل. اوكي لا يوجد بهذا الشكل، هذا لا يوجد قسم الإغلاق، لا يوجد فيها، هي وحدها تفتح التاج HR أو BR. وفي عندك تاجات كثيرة موجودة، يعني في عندنا التاج P وللباراجراف، في عندنا ال H1 H2 H3 H4 H5 أوكي لحد ال H6. تمام طبعا هذه تاجات الهيدر بتكون دائما يحتاج إلى إغلاق. تمام H5 وأيضا عندك H6. تمام طبعا هذا غلط كتابة. وأيضا عندنا شيء اسمه address مثلا على سبيل المثال، في عندنا مثلا code، في عندنا مثلا del. طبعا راح نجي نشوف هذه التاجات كيف تشتغل. كذلك عندنا احنا ايضا في HTML نعتبره لينك، يعني لما نضغط عليها بياخذنا الى صفحة اخرى اللي هي تاج ال A. كذلك اذا حبينا نعمل قائمة مثلا list قائمة معينة ممكن نستخدم هنا UL اوكي، او نستخدم OL عفوا، او ممكن نستخدم ايضا LI. في عندنا DT وفي عندنا DD. طيب في عندنا ايضا هذا بالنسبة يستخدم ل اذا حبينا نعمل list قوائم. اذا حبينا انه احنا نشتغل على التيبل، التيبل في عندنا تاج اسمه تيبل، في عندنا تاج اسمه TH، في عندنا تاج اسمه T head اللي هو table head، في عندنا مثلا T body اللي هو table body.
طبعا في عندنا بعد عفوا تاجات كثيره حنشوف كيف نستخدمها. في عندنا ايضا للفورم، الفورم ايضا لما نحب نعمل فورم، كلمه فورم هي مشهوره. في عندنا انبوت نضع في هذا الفورم، في عندك شيء اسمه اوبشن والى اخره من التاجات اللي ممكن احنا نستخدمها في ال HTML. نكتفي بهذا القدر بهذا الدرس ونكمل وياكم بالدرس القادم.